عبد الرزاق الطويل ضحية من ضحايا انتهاكات النظام التي طالت السوريين على مدى سنوات الثورة. عبد الرزاق الذي يبدع في تشكيل لوحات الفسيفساء لم ينسى سنوات اعتقاله الست في سجون النظام، ويحاول تجسيد معاناته المستمرة حتى اليوم من خلال هذه اللوحة. كنت معتقل سابق طبعاً عند النظام، ضليت 6 سنين وشهرين و6 أيام. اعتقلت بمطار المجزي لمدة سنة، وبعدين حولوني على عدرا. قعدت بعدرا تقريباً السجن المركزي تبع عدرا، قعدت تقريباً شي 5 سنين وشهرين. عبد الرزاق لم ينسى صور جلاده بين جدران الزنازين التي قضى سنوات اعتقاله فيها، ولا تزال ذاكرته تسترجع كل يوم لحظات جديدة من فترات الاعتقال الصعبة، يحولها إلى وثائق من خلال إبداعاته في تشكيل لوحات الفسيفساء. خزنت صور لوحات ذاكرتي، وعم حاول أني استرجع ذكرياتي السجن عن طريق هاي اللوحات. يعني في منهم للمحقق اللي كان يحققنا معنا وكان يقتل رفقاتي، وفي منهم المعتقلين طبعا سابقين. عم بحاول اني جسد معاناة الناس بهاللوحات، ومعاناتي طبعا، معاناتي ومعاناة رفقاتي، معاناة الاشخاص اللي داخل السجن طبعا. ويسعى عبد الرزاق جاهدا لتجسيد معاناة السوريين المستمرة منذ اكثر من 9 سنوات في سجون النظام، ويأمل أن تكون لوحاته دليلاً وشاهداً على جرائم النظام وجلاديه الذين أوغلوا في تعذيب السوريين.